جزاكم الله خير يا شيخنا الكريم. يقول السائل: عندنا جماعة تسمى الإباضية، يقولون عندنا كتاب اسمه مسند الربيع، فما صحة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا يصح، بارك الله فيك، وما فيه من حق فهو مسروق من كتب أهل السنة، بارك الله فيك، وهذا مليء بالأكاذيب. والأباضية ممن يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، وهم معتزلة معطلة جهمية بالصفات، وأيضا كثير منهم يقعون في الشرك بالله عز وجل، يشارك ولا الصوفية والروافض في الشرك بالله، هم أهل ضلال ولا يؤمنون بالبخاري ومسلم، فأي قيمة لهم؟ يؤمنون بكتاب يعني مسروق، بارك الله فيه الأكاذيب والأباطيل، بارك الله فيكم. نعم.